صباح معطر بالنفحات الايمانيه المباركه. النهارده يوم جديد من ايام الشهر الكريم. دايما كده الايام الجميله بتعدي بسرعه واراده ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعيش هذه الايام والحمد لله انه بلغنا رمضان. احنا النهارده في الجمعه الثانيه من الشهر الكريم. ايام بركه ورحمه ومغفره ونحن في رحله الصيام بنتعلم كيف يكون الصيام اخلاق. ازاي نتحلى بالفضائل خلال الصيام. مع فضيله الدكتور سعيد عامر الامين العام المساعد للدعوه ورئيس لجنه الفتوى بالازهر الشريف سابقا اهلا بك مولانا ومنورنا اهلا وسهلا نوركم بارك الله فيكم كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم في خير يا رب انا عايز ابدا مولانا من منطلق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ده ما باذن الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حصر لنا الغاية والهدف من مجيئه صلى الله عليه وسلم وبعثته ورسالته وتعاليمه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق يعني الأنبياء السابقين جاءوا بهذه الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة فكان على هذا الضرب وعلى هذا المنوال والكمال كله في هذه الرساله الخاتمه، رساله سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وسلم. لان القيم الاخلاقيه هتجدها ثابته في كل الرسالات مع كل نبي. مفيش <applause> نبي هياتي ويقول للناس اكذبوا او ضيعوا الأمانة او قطعوا الارحام، انما كل ال... كل الرسالات السماويه. ومن هنا كان رب العالمين لما يقول عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وسيدنا النبي يقول انما انا رحمه المهدى سيدنا النبي يقول بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هل هل الحديث مكارم الاخلاق هنا ورحمه ربنا بيقول وما ارسلناك الا رحمه وهو يقول صلى, صلى الله عليه وسلم يقول مكارم الاخلاق في بينهم تعارض لو تخيلت مجتمع بيسوده الغش والخداع والتدليس والكذب وغير ذلك هل المجتمع ده فيه اخلاق؟ م. بالعكس ما فيش فيه اخلاق يبقى ما فيش رحمه بينهم م. ولو تخيلنا اسره بيسودها الحقد والحسد والضغينه والعداوه او الى غير ذلك يبقى فيها اخلاق فيش فيها اخلاق طيب. يبقى ما فيش رحمه م. يبقى اذا انتفت الاخلاق انتفت الرحمه في رحمه موجوده يبقى في اخلاق موجوده يبقى بينهم توافق تام ما بين الايه وما بين الحديث ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الملمح الثاني يقول انما بعثت لاتم كلمة الاخلاق يعني ايه يعني الدين ده كله جاي عشان نصل بيه ومن خلاله إلى مكارم الأخلاق إلى أن أخلاقنا تكون طيبة ومعاملتنا تكون حميدة والمعاملة حسنة وفي بيننا محبة وفي بيننا مودة وفي بيننا إيثار وفي بيننا وفاء وفي بيننا أمانة وفي بيننا صدق إلى غير ذلك من هذه الأخلاق الطيبة